اليوم عقد دورة فبراير لبرمجة الفائض الحقيقي اللي كان فيه نقطة مهمة وحيدة هو برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2023. هذا الفائض اللي تحقق فيه هذه السنة 1,700,000 درهم اللي تمت البرمجة ديالو في بناء المسالك، تدخلات في بناء المسالك وتدخلات في الماء لما تعرفه المنطقة من أزمة في الماء، والتدخل الثالث في الكهرباء، كهرباء تبع الدواور اللي باقي عندنا بعد الكوانين ما وصلهمش الضوء. هذا الدورة اللي جات من بعد الدورة ديال اكتوبر اللي كان فيها واحد الفائض تقديري وصل 1,400,000 درهم اللي تبرمجت هي في موزعة ما بين اتفاق شراكة ما بين المجلس الجماعي، واحد الحصة ديالنا في اتفاق شراكة مع الجهة لبناء الطرق، هذيك الحصة اللي وصلت 700,000 درهم يعني 70 مليون سنتيم كجزء منا برمجناها في دورة اكتوبر في برمجة هذا، وفيها المجهود ديال الإخوة ديال أعضاء المجلس والنواب الرئيس والطاقم ديال الإدارة، وصلنا أن نبرمجو في دورتين، دورة فبراير دورة أكتوبر اللي ما يسمى بالفائض الحقيقي التقديري، وصلنا 1,400,000 درهم، وعاد الدورة ديال اليوم اللي برمجنا فيها 1,700,000 درهم في فائض حقيقي. كما تعلمون أن مداخل ديال الجماعة القروية ديالنا هي الضريبة على القيمة المضافة، ولكن المجهودات ديال الإخوة وديال أعضاء المجلس كافة والطاقم ديال الإدارة اللي حتى واحد ما تيبخل بالجهد ديالو، استطعنا نبرمجو هاد المبلغ في هاد الدورتين. وهاد سبق لينا عقدنا اتفاقات شراكة، مجموعة من اتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي بناء الطرق اللي واحد الاعتماد مالي ديجا حنا موجدينو ديال 200 مليون سنتيم، يعني 2 مليون ديال الدرهم كاعتماد مالي كاين. سبق لينا درنا اتفاق شراكة مع المجلس الإقليمي في الماء على أساس أن المجلس الإقليمي غادي يوفر 300 مليون وحنا غنوفروا 50 مليون سنتيم، الاعتماد المالي كاين. سبق لينا درنا كما قلت سابقا اعتماد مالي ديال اتفاق شراكة مع الجهة بناء الطرق اللي غنوفروا 70 مليون على مدة 5 سنوات كل سنة 70 مليون. لهذه السنة برمجنا في الدورة كما قلت سابقا في الدورة ديال اكتوبر ان 70 مليون كاينه، وسبق لنا برمجنا اتفاق مجموعة من اتفاقات شراكات مع المجلس الإقليمي اللي فيها مثلا اتفاق شراكة في اقتناء حافلة مع المجلس الإقليمي اللي عندنا هو غادي يعطي واحد المبلغ اللي يحدد في 450,000 درهم مقابل حنا كجماعة شركة واحد المبلغ ديال 250,000 درهم. المبلغ كاين. بغيت نشكر جميع المتدخلين اللي عاونونا في المشاريع اللي وقعدنا معهم هذا، وتنحاولوا ننزلوا المشاريع منهم رئيس المجلس الإقليمي والرئيس ديالو ومجلس الجهة والرئيس ديالو، وما نساوش السيد عامل الإقليم في القيم صالح حتى هو اللي ما تيبخلش علينا بالمجهودات ديالو، التدخلات ديالو فين ما مشينا عنده الباب ديالو مفتوح ومعاوننا، والله يجيبنا في الصواب مع كل شيء. اليوم تمت الدورة ديال فبراير كما العادة كما سبق المجالس، كان اقتراحات ديال الدورة ديال فبراير اللي كانوا فيها واحد النقاط تعرضت على النقاش، ولله الحمد دازت الأمور مزيانة، كان واحد الفائض مقدر في 171 مليون اللي توافق عليه المجلس كامل على أساس أن الأولويات ديال المجتمع المدني والمتطلبات ديال المجتمع المدني في الأزمة ديال الفترة الحالية دابا اللي هي الماء، وتوجهنا كامل المجلس كان بتوافق الجميع بأن المشكل الأساسي اللي خصنا نفكوه هو المشكل ديال الماء. شي هو اللي كاين بخصوص المشاريع المستقبليه اللي تحددها الجماعه، كاين شي مشاريع مستقبليه بخصوص ازمه ديال الماء، الطرقات، هادشي كاع اللي كاين دابا؟ كما قلت لك كما سبق قلت لكم في التصريحات اللي دازت ان من جهه المجلس الجماعي الجديد كاين فيه الدراري كاع شباب ولله الحمد
بمساعدة السلطة وتدخل السيد العامل، بمساعدة المجلس ديال الجهة، بمساعدة السيد رئيس المجلس الإقليمي. الجامعة كنعرفوا جميعا أنها جامعة محدودة في التيبية ودائما المداخل ديالها محدودة، لأن هذا المجلس دام كامل بالمكونات دياله كيشارشي وكيقلب على المصادر ديال التمويل باش نقلبوا نزيدوا بالناس قدام.